أعزائي الطلبة السداسي السادس مادة التهيئة الحضرية، يسعدني أن أقدم لكم مجموعة من الحصص دعما في إطار تفادي إشكالية هذه الجائحة. إذا بعدما كنا حضرنا تقريبا 4 ولا 5 الحصص، شفنا المدخل الأول والمدخل الثاني، غادي نحاول في هذا أننا نجري واحد مجموعة من الحصص نلخصوا ما سبق على أساس أننا نتقدموا أيضا ويكون عندكم المادة كلها. إذا في المدخل الأول تكلمنا عن الأبعاد القانونية والإجرائية والمؤسساتية للتهيئة الحضرية، وطرحنا مجموعة من النقاط اللي هي مهمة جدا. رأينا مسألة الإلزامية ومسألة الوظيفية فيما يتعلق بالتهيئة الحضرية، وشخصنا أيضا أدوار الرئيسية لأدوات التعمير، إن على مستوى الكفاءة وإن على مستوى الحكمة وإن على مستوى القوة القانونية. أيضا شفنا مسألة محدودية وثائق التعمير هذه. محدودية لماذا؟ لأن هناك إكراهات تتعلق بالتهيئة الحضرية كما رأينا، وهذه الإكراهات هي بسبب تطور الدائرة الحضرية وتشكلها وتلونها سياسيا وعقاريا وديموغرافيا. وضحنا وأجملنا هذه الإكراهات في 7 إكراهات أساسية. الإكراه الأول كما رأينا هو مركزية قرار المصادقة على وثائق التعمير، ثم هناك الإكراه الثاني وهو مشكل تمويل وثائق التعمير. كاين الإشكالية ديال المقاومة فيما يتعلق بأخذ قرارات إجراء الدراسات، ثم التماطل الإداري فيما يتعلق بهذه الوثائق أحيانا، والضعف الذي يعتري أجراءات وثائق التعمير، وطلب الاستثناء السلبي في مجال التعمير، وأخيرا بروز سياسة تأخر بروز سياسة عقارية محكمة تساعد على التخطيط. إذن كل هذه العوائق هي الأساسية التي تعيق عملية التهيئة. قلنا على أننا قدمنا أيضا بعض المقترحات لتجاوز هذه الأزمة، وقدمنا 4 اقتراحات أساسية. أولا تقليص مدة الدراسة والمصادقة حتى يكون وثيقة التعمير تتناسب وتتجاوب مع الحيثيات والتطورات السريعة. أيضا تقوية المقاربة التشاركية، لأن لا بد من الإشراك والقرب، هذه مسألة أساسية ترتبط بالحكمة، لولاها لما استطعنا أن نهيئ أي شيء. ثم مسألة مدونة التعمير التي يجب أن تشرك الملاك العقاري في عملية الإنعاش العقاري، هذه مسألة أساسية لتفادي المضاربة العقارية إلى آخره. ثم توفير الاحتياطي العقاري عبر سياسة عقارية واضحة تساعد على طبعا على التهيئة وعلى الإنعاش الحضاري. استنتجنا في الأخير أن إشكالية التهيئة الحضرية هي تتعدى إشكالية وثائق التعمير، وتطرح مشكل النموذج الحضري بحد ذاته. يعني المشكل هو ليس فقط مشكل وثائق التعمير، وإنما هو مشكل مرتبط بالنموذج الحضري وبالخيار هذا النموذج. لذلك قدمنا خيار آخر أو نموذج آخر وهو النموذج الأوروبي، وقدمنا مبادئه، وقلنا على أنه يرتكز قبل كل شيء على تجانس الفعل العمومي على مستوى التهيئة الحضرية. هذه مسألة أساسية جدا، لأن هذا التجانس يجب أن يحصل على المستوى المجالي فيما يتعلق بالتقطيعات الإدارية، يجب أن تكون تنموية وليس تقطيعات ذات أبعاد أمنية أو ذات أبعاد أخرى، وإنما أبعاد اللي هي أبعاد تنموية. مسألة ثانية وهو على المستوى القطاعي، لا بد أن يكون هناك تجانس حتى لا يغلب الطابع القطاع على قطاع آخر، وبالتالي ندخل في تنمية استثمارية لا علاقة لها بالتنمية الاجتماعية، وهذه نقطة مهمة أيضا. ثم على المستوى الزمني، إذا ما كانش تجانس ما بين وثائق التعمير والتهيئة على المستوى الزمني ستصبح التهيئة متجاوزة،
لأن الإشكال الذي كان مطروحا بالأمس والذي حاولنا أن نهيئه إذا ما تمطنا في إجراءات في إجراءات التهيئة سيصبح المشكل متعدي، وبالتالي ليس يكون هناك. إذا النموذج الأوروبي قدمناه وبيناه، بينا مبادئه، بينا توحيد الرؤى الاستراتيجية الأساسية فيما يتعلق بالتهيئة الحضرية، نقطة مهمة أيضا جد مهمة. ثم أيضا إجراءات التعاقد، لا يمكن أن اليوم أن نهيئها إلا ما كانش عندنا التداول وما عندناش التعاقد. انطلاقا من النموذج الذي قدمناه هو النموذج الأوروبي بحيثياته ومبادئه وطريقة أجراءته، وضحنا أنه بالإمكان إصلاح منظومات التهيئة الحضرية خاصتنا، ولكن ليس بدون شروط. لابد أن تكون هناك شروط أساسية حتى نتمكن من إجراءات التهيئة واعتماد التهيئة مبنية على التعاقد وترتكز على التداول وعلى القرب. هذه الشروط هي ثلاثة شروط أساسية جدا لابد من الوعي بها. أولا لابد أن نفهم الفهم الصحيح لبيئتنا الحضرية. بيئتنا الحضرية هي بيئة مواثيق، وبالتالي فيها الدولة، فيها النخب، فيها المجتمع المدني، وفيها أيضا العامة. وطبعا هاد الدولة كفاعل تغير مواقعها بتغير الأحداث وتغير التطورات وتغير الإشكالات، فقد لعبت دور الدورة الحاضنة ثم انتقلت إلى دور الدورة المقاولة، والآن تلعب دور الدولة الاستراتيجية. في كل هذه المواقف تتغير منظومة التهيئة وتغير العقلية التي نشتغل بها وأيضا أجراءات هذه التهيئة. عندما نتكلم عن النخاب، إذا النخاب فيها الفاعل المؤسساتي وفيها النخباوي وفيها الفاعل المعولم. هنا كتقطع المصالح وكتقطع الاستراتيجيات، لابد أن نعرف كيف نجانس بين هذه النخب، وبالتالي إنتاج تهيئة تعتمد التنمية وليس الاستثمار بوحده، لأنه تبين بالملموس مرارا وتكرارا أن التنمية الاستثمارية قد لا تنتج التنمية الاجتماعية من الأسفل. فإذا هذه مسألة أساسية. ثم المجتمع المدني أيضا له دور. المجتمع المدني إما أن يكون لوبي أساسي أو سياسي، إما أن يكون أيضا صوت الشعب. أي جانب يغلب على الآخر في عملية التهيئة أو التعاقد والقرب؟ فهذه مسألة أساسية لابد أن نعي بها. ثم عندنا ننصب إلى العامة. العامة كعنصر أساسي فهم صحيح للمنظومة للبيئة الحضرية، هذه العامة هي أيضا فيها المهيكل وفيها غير المهيكل. كيف نجانس أيضا بين هذه الأمور حتى تكون التهيئة تستجيب للمتطلب وتستجيب للطلب الاجتماعي وتستجيب للتنمية الفعلية. الشرط الثاني وهو كيفية استعمال الحكمة أو كيفية استغلال الحكمة. لابد أن نفهم الحكمة ديالنا لأنها مبنية على مفارقات. أولا هي علاقة قوى، لابد أن نفهم أن الحكمة تتحقق من موقف مواقع علاقة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية إلى آخره. تتحقق أيضا من علاقات تنموية، كما أيضا تتحقق من 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 بعد المبادرة، من بعد المبادرة والتشجيع على المبادرة. ثم مسألة أخرى، الشرط الثالث وهو مهم أيضا، هو صنع القرار. كيف نصنع القرار؟ هل يجب أن نتخذ القرار أم نصنع القرار؟ وهنا أيضا قدمنا في النموذج الخيار الذي قدمناه على مستوى النموذج أن القرار يجب أن يصنع وأن يكون من الأسفل، وأن تشارك فيه المنظومة الاجتماعية، أن تشارك فيه المنظومة الاجتماعية بالطلب الاجتماعي من الأسفل، ويرفع الطلب الاجتماعي إلى المنظومة التكنوقراطية لتبرره وتدرسه. هنا الدور للمجتمع المدني، ثم عاد نوصل المنظومة السياسية اللي غتأخذ القرار. هنا القرار يكون متبصرا ومبني على ملفات وأيضا على طلب اجتماعي، وبالتالي هذا ما سميناه بالتعاقد وسميناه بالتداول فيما يتعلق بالتهيئة الحضرية. إذا هذا المدخل الأول كان مدخل أساسي لفهم التهيئة الحضرية في بعدها القانوني وفي بعدها الإجرائي. طبعا أنا ألخص لأن احنا عملنا تقريبا جوج الحصص حولها.
الأبعاد القانونية. إذا المدخل الثاني الذي سوف نتناوله بعد حين هو مدخل يتعلق بالإشكالية التي تطرحها تهيئة المدن العتيقة. إذا قلنا المدخل الثاني هو أيضا كانوا عندنا فيه جوج الحصص اللي شفناها، ولكن لا بأس أنني ألخصها قبل أن أدخل إلى المدخل الثالث والمدخل الرابع. إذا الإشكالية التي تطرحها تهيئة المدن العتيقة هي إشكالية هيكلية متراكمة ومغلوطة الفهم. لم نستطيع أن نفهم يوما كيف نهيئ مدننا العتيقة أو نتعامل معها ككيان حي له تراث له جذور وله هوية، وهذه الهوية هي من هويتنا. فإذا ضمحلت هذه المدن ضمحلت هويتنا، هذه مسألة أساسية. نحن عوض أن نرتكز أو نتهيكل حول هذه الهوية نحن نبيع تراثنا للأجانب، وبالتالي نريد أن يكون لنا هوية وأن يكون لنا موقع ثابت على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي. فإذا هذه إشكالية مهمة جدا. أوردنا 14 حتى نكون يعني في إطار توضيح، أوردنا 14 تبريرا يوضح الإشكالية التي تكلمنا عليها وأنها هي الإشكالية الهيكلية. طبعا أنا أتكلم بشكل عام، طبعا هناك مدن مخزنية، هناك مدن غير مخزنية، هناك مدن استطاعت أن تجد لها استثمارا وأن تجد لها نوع من التسويق وكذا، ولكن هذا ليس القاعدة العامة بالنسبة لكل المدن العتيقة التي طالها ما طالها. إذا من بين كما تلاحظون من بين الإشكالات أو التبريرات التي قدمنا، أولا عدم التجانس والصراع الوظيفي بين المدن العتيقة والمدن الجديدة. هذا من تحصيلي حاصل، جاء الاستعمار جابنا المدن الجديدة، إن هذه المدن الجديدة كيف تعمل الاستعمار مع المدن القديمة، هل اهتم بتهيئتها، هل اعتبرها حقلا من حقول المقاومة الثقافية والسياسية وكذا وكذا وكذا. فإذا هذه الأنثروبولوجيا والعلم الاجتماع بتعلق بالجانب الموروث إلى آخره مهم جدا ولا بد من فهمه. المشكل الثاني أو الإكراه الثاني أن المدن العتيقة فقدت محتواها الاقتصادي والاجتماعي، لم تعد تلك المدن ذات الحراف، والحراف مرتبطة بالبعد الديني، والبعد الديني مرتبطة بالبعد الثقافي إلى آخره إلى آخره. هذه السلسلة افتقدت. مسألة الولوجية لم نهتم فيما يتعلق فيما بعد، يعني في التهيئات اللي جات فيما بعد لم نهتم بالولوجية داخل المدن العتيقة. اللهم إذا كان هناك استثمار حول السياحة وأردنا حول دور ضيافة أن نجد ولوجية. أيضا اختلال التنظيم والتنطيق الأصلي للمدن العتيقة، لم تعد تلعب ذلك الدور الاجتماعي وذلك التنظيم الاجتماعي وذلك التنسيق المحكم فيما يتعلق بالوظائف، فيما يتعلق بالحرف الملوثة وغير الملوثة ومركزيات المدينة، من يجب أن يكون في المركز، هل السوق، هل الحمام، هل كذا هل كذا، والدروب لها علاقة قرابة الدم وقرابة كذا. الأجنبي لم يرى في هذا التنظيم المحكم إلا فوضى، ولكن هو تنظيم مرتبط بمرجعية دينية ومرتبط بمجتمع ومرتبط بعقلانة إسلامية استطاعت أن تنتج حضارة، وهذه الحضارة سوقت ووظفت في العالم كله. لماذا نحن لم نستطع أن ندافع على هذا الكيان الاجتماعي الأصلي؟ أيضا من بين الإكراهات استنزاف الاحتياطات العقارية. إلا خدينا نموذج مثلا مدينة تارودانت وشفنا الاحتياط العقاري، فإذا احنا كنتكلموا كنتبجحوا بالمدينة الحديقة، ودائما كنحاولوا نقلبوا على هذه النماذج على برا، والمدينة الحديقة راه كانت عندنا. تارودانت كانت مدينة حقيقة، هي حديقة بالفعل، مدينة خضراء، وبالتالي فيها فضاءات كبيرة للفسحة وللبستان و استهلك كل شيء استهلكناه في تعمير فوضوي، ولم نستطع أن نتعامل مع هذا الاحتياطي العقاري بكيفية عقلانية. أيضا ضمحلال المرجعية الثقافية والمعلمة، لم تعد هناك معلمة. الأسر العتيقة والأسر العتيدة كانت معلمة في حد ذاتها ذات أبعاد ثقافية ودينية. إلا مشيتي لسلا ما يمكنش تخيل مدينة سلا بدون علمائها، ما يمكنش تخيل مدينة تطوان بدون
بدون علمائها وسياسيها الذين دافعوا على الوطن وكذا وكذا. فإذا هذه المعلمة افتقدت في المدن العتيقة. أيضا الهوية أصبحت بالنسبة للأنشطة المحدثة داخل المدن العتيقة أصبحت بدون هوية، هي مزورة. ملي كدير البري أبورتي في وسط المدينة العتيقة وتطمح للحرف اللي كانت هي ذات أبعاد ثقافية وأبعاد دينية وأبعاد اجتماعية وكذا، تصبح المدلول ليس له هوية وليس له ثقافة، هو فقط معمول للاستثمار. فرق ما بين الاستثمار قلنا والتنمية. أيضا هذا الموقع التنظيم الحرفي الاجتماعي الديني المحل، تأجج المضاربة العقارية حول دور الضيافة، ولات المدينة القديمة تتعني غير دور الضيافة، واش فيها دور الضيافة ولا وفيهاش دور الضيافة، والتعامل معها أصبح تعامل استثماري. ونسينا في وقت ما أننا نتكلم عن التراث، نتكلم عن الحضارة، نتكلم عن مجموعة الأشياء اللي هي أساسية جدا. تضخم التجارة والحرف غير المهيكلة داخل المدن العتيقة، كأن المدن العتيقة استبيحت وأصبحت مرتع للسكن العشوائي ومرتع للأنشطة غير المهيكلة، سواء داخل الدكاكين أو خارج الدكاكين، لدرجة أننا أصبحنا في مجال غير منظم. إهمال المعمار التراثي وعوضناه بتعمير زائف، ولاو الاجانب تيجيو تيشريو دور الضيافه، ولا تغيروا نمط التعمير، تيديروا لابيسين في السطح وتغيروا الواجهه وتغيروا كل شيء، ما بقيناش داخل تراث له مقوماته وله هذا ديالو. غياب نص قانوني للاسف للتهيئه الحضاريه فيما على مستوى المدن العتيقه. ثم موقف الجماعات المحليه من الموروث الحضاري، احيانا هذا الموقف ما كيكونش موقف ايجابي قدر ما هو موقف تجاري، وبالتالي مجموعه من الدور تعتبر آيلة للسقوط، ولكن في نفس الوقت تحول الى سوق ديال بيع ممتلكات والتراث للاجانب. اذا السؤال الذي واضحة لا داعي أنني أشرح، كنا نعيش في المدن العتيقة ونعرفهم أصبحت عليه المدن العتيقة، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه بحدة وهو لماذا هد الوضعية المزرية للمدن العتيقة ونحن ذا حضارات ونحن مغاربة أن حضارة عتيقة وكذا وكذا، علاش هاد الجانب هذا ما استطعناش؟ لأن مسألة تهيئة المدن العتيقة اختزلناها في مصطلح إداري وهو التأهيل الاجتماعي. عندما نتكلم عن المدن العتيقة ما يخطر لبالنا هو التأهيل الاجتماعي، ما عندناش مشروع حقيقي. حتى من اللي عملنا إنقاذ مدينة فاس وعملنا برامج مهمة ومكلفة لم نستطع أن نتعامل معها تعاملا تنمويا. إذن هذه قضية التأهيل الاجتماعي تختزل للأسف وتبنى على منطقين متناقضين. المنطق الأول وهو أن تستجيب لعوامل خارجية مؤثرة. شنو هذه العوامل الخارجية المؤثرة؟ العولمة، السياحة، التراث الذي أصبح تراثا تجاريا عالميا يتداول في أسواق كبرى، ثم المخيال الأجنبي. هذا بعد خارجي لكن مؤثر. في المقابل ديالو عندنا عوامل داخلية، ولكن هذه العوامل الداخلية غير مرغوب فيها، لا نتعامل معها بدقة ولا نتعامل معها بمشروع تنموي أو بخيار تنموي. مسألة الفقر داخل المدن العتيقة، مسألة رغبة الخروج وامتلاك السكن العصري، دور الجماعات المحلية والوسطاء في عملية بيع الرياضات. فإذا هادو عاملين متناقضين، للأسف ليس لنا استراتيجية تستطيع أن تتدارك هذه الأمور. إذا ظهور سوق عالمية لامتلاك التراث وتغيير نمط المعمار التقليدي كما سبق وقلنا، كأننا نبيع تراثنا لمن يدفع أكثر، وهذا معضل، وهذه معضلة أخرى، إما بسبب السياحة. عادة ما نرتكب هذه الأخطاء باسم السياحة وباسم الثقافة وباسم كذا، ولكننا في الواقع نهمل تراثنا، وبالتالي هذه المدن أصبحت فيها مفارقة صارخة
بين المشاكل الهيكلية المتراكمة والتوجه الاستراتيجي لتهيئة المدن العتيقة. إذن كما نلاحظ المدن المغربية العتيقة لم تعد مجالا منسجما، لا اجتماعيا ولا ثقافيا، ولم تعد منمطة على مرجعية محكمة ثقافية محكمة، بل تقيم أهميتها اليوم ليس بما تختزله من تراث اللي هو في الحقيقة يضمحل، ولكن من موقع تجاوب تواجد الأجانب وإخلائها من سكانها وحتى من محتواها العمراني والإنساني. فأصبحنا أمام مدن متغايرة، سواء محمية منها من طرف اليونسكو أو لا. مبقيناش أمام مدينة عتيقة بمواصفات معروفة، ذات تنظيم اجتماعي وذات تنظيم حرفي وذات تنظيم ثقافي وذات تنظيم اقتصادي عبر الحسبة إلى آخره إلى آخره. أصبحنا أمام نماذج متعددة للمدن العتيقة، وهذه النماذج تختلف باختلاف. شفنا أن اليونسكو أن مجموعة من المدن العتيقة دخلتهم في التراث العالمي، في حال تطوان، في حال فاس، في حال مكناس، في حال مزاقان، في حال الصويرة، في حال مراكش، ولكن ماذا استجلب هذا التصنيف؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه. إذا ما علمنا أن مراكش 66% من الأجانب اللي تشتري هم فرنسيين، 63% هم في الصويرة، و 45% فاس. فإذا أظن بأن هذه نسب كبيرة جدا، وهذه النسب الكبيرة جدا لا نستطيع أن نتكلم عن تراث محمي أو تراث لا نهتم لقضاياه وتهيئته في إطار هذه المسألة. إذا لماذا هذا الابتذال كما قلت للمدن العتيقة على مستوى التهيئة؟ اليونسكو تقول أنها ليست في موقع يتقدم الدول، باعتبار أنها يمكن تتدخل، ولكن عندما تطلب منها الدول أن تتدخل. فهذه مسألة، هذه مسألة مفارقة. المسألة الثانية، حماية التراث بالمغرب وتهيئته تستجيب المنافع الاقتصادية، وتتبقى دائما مشاريع خصوصية. احنا خصنا سياسة ديال الدولة تكون محكمة ترتبط بهذا الكيان وهذه الثقافة وهذه الجذور وهذه الهوية نتاعنا. فإذا مسألة مهمة جدا، لا يمكن أن نهبها هكا للتنمية الاستثمارية، بالعكس فيها التنمية تكون اجتماعية لأنها جزء منا وجزء من كياننا. أحيانا نعطي هذا البعد، نعطي هذا البعد للحكمة الأجانب البلجيكيين ولا الفرنسيين أو غيرهم، هما اللي كيهتموا، وصحاب الجمعيات وكذا هما اللي تهتموا بهذا المجال، هما اللي تسوقوا وتديروا الماركتين لهذه التجارة العالمية. وهذه التجارة العالمية لابد أن نفهم أنها ما جاتش لعندنا وتأخذ التراث ديالنا لأنها ما رغبة في التراث ديالنا، ولكنها ما تقدرش توصل للتراث التقليدي في الدول الأوروبية. المدن العتيقة غالي، الثمن ديالو غالي، والسوق عالمية كما سبق وقلنا، وبالتالي هي ما كتشريش باش تثمن، هي كتشري باش تعاود البيع. وهذه مسألة لابد أن نفهمها، هذه ما نسميها أنا التنمية الاستثمارية التي لا علاقة لها بالتنمية الاستثمارية. التنمية الحقيقية هي الموازنة ما بين الاستثمار وما بين التنمية الاقتصادية، فهذه نقطة مشروعة مهمة جدا. طبعا لم يكن هناك الإجراء يهدف حماية التراث بقدر ما كان يرم وضع اليد على هذا التراث، وهذه مسألة لا ليس محبدة. إذا هناك أسباب أخرى، كظن بأن عندكم الباوربوينت اللي فيه كل شيء، النقاط اللي هي أساسية جدا حتى لا نطيل في هذا الموضوع. مسألة واضحة، عندما نضع خطط للمدن أو تصاميم للمدن ونحدد فيهم الأماكن اللي شراو الأجانب وتواجد الأجانب، أظن على أن مسألة أصبحت تأخذ بعدا يجب أن ننتبه إليه، لأنه استفحل وأصبح الأجانب يملكون جزء كبير من المدن العتيقة في هذا السياق. فإذا كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الكيان؟ وهذه نقطة مهمة جدا. مستثمر الأجانب 70%، مستثمر المغاربة 25%، لأن كاين اللي كيستثمر الأجانب وكيستثمروا المغاربة اللي كيعملوا لا ريزيدونس سكوندار وتيعملوا دور الضيافة وتيعملوا كذا وكذا وكذا، ولكن الأجانب غلابين في هذه المدن كلها السياحية 70%، بينما المغاربة فقط 25%. وشفنا الأسباب اللي وراء هذه المسألة هذه. هنا
مسألة أخذت أبعاد كبيرة على مستوى مدينة مراكش. إذا شفنا فيما يتعلق بمدينة مراكش والأجانب الذين يملكونها، فإذا مسألة استثمارية. إذا خدينا مثلا سنة 2012، لاحظوا بأن المستثمر كتنقم عليه تكلفة ديال الرياض بربعات المليون ديال الدرهم، كيعاود يبيعها في المتوسط بتسعود المليون ديال الدرهم. فإذا هنا هاد الفلوس واش كتحصل منهم الدولة على شي عائدات؟ شكون كيستفد من هاد العملية؟ إذا هذا استثمار معولا، ولكن يطال الهوية ويطال التراث، ونحن نتكلم عن التراث وعندنا قانون ديال التراث وعندنا مجموعة الأساس اللي كتحمي التراث. كيف يمكن أن نحمي التراث في تسارع هاد الوتيرة الاستثمارية في هاد الجانب هذا؟ ولا أدل على أنني يمكننا نقدم واحد مجموعة من الصور اللي كتبين كيفاش أن التراث لم يعد يستجيب لتلك المرجعية، وبالتالي أصبح معولما وذا أفق آخر من الصعب جدا أن نتحكم فيه. على مستوى أيضا المحتوى ديال المدن العتيقة، عندنا خرائط هنا كتبين كيفاش المورفولوجية الحضرية المدن العتيقة تبدلت. إلا خدينا مثلا مدينة صلة والرباط اللي هي عاصمة إدارية الرباط، اللي كتطلب واحد مجموعة من الموظفين يشتغلوا، ما عندهمش إمكانيات أنهم العقار ليس من السهل استهلاك العقار، تمشيوا للمدينة القديمة. المدينة القديمة تغيرت لا على مستوى العلو ولا على مستوى المساحة ولا على مستوى المحتوى المعماري، وقع تغير. أصبحت المدن عبارة عن أحياء هامشية، وبالتالي ليس هذا هو المطلوب. احنا بعيدين كل بعد عن التهيئة الحضرية فيما يتعلق بهذا الجانب. إذن عندنا نماذج من مراكش، من تطوان، من الرباط. إذن كنلاحظوا بأن المشهد الجغرافي والولوجية والمنظر الطبيعي وكذا تبدل، كل شيء تبدل. أصبح المدن أصبحت أيضا تصنف ليس فقط من وجهة امتلاك الأجانب لهذا المجال الفضاء المديني، ولكن أيضا المدن التي لها منظر طبيعي وكذا، في حال الرباط، في حال واد برقراق إلى آخره، تستهدف أكثر. كل ما له قيمة إيكولوجية يستهدف أكثر ويحول أكثر وتغير طبيعته أكثر. وهذه مسألة طرحت إشكالية. تشوف النمط هنا، عندنا مثال ديال الدار البيضاء، عندنا الصور كتبين كيفاش تطور التحفيظ العقاري من 11% حتى 89% بسبب المضاربة العقارية داخل المدن العتيقة، وبالتالي تطور التحفيظ، لأن طرح إشكال آخر وهو إشكال الأمن العقاري. فإذا الأمور كتطور واحد السرعة إلى آخره. فكنظن بأن هناك مشاهد كثيرة على تأمين المدن العتيقة بالمغرب اختزلت. إذن هنا إشكاليات كبيرة وضحناها، كتغير تطوان كذلك، يعني كل شيء المدن اللي هي سياحية اليوم تعاني من هذا الإشكال. طبعا المدخل الثالث اللي غادي نشوفه هو المدخل يرتبط ب توسع، غنتكلموا على المدن الجديدة. إذا لاحظنا إشكالية المدن العتيقة، لاحظنا شفنا إشكالية تهيئة هذه المدن، كيف يمكن إذا وقع تراكم في هذا الجانب هذا. الآن غنتكلموا على المدينة اللي هي مدينة الجديدة التي صنعها المعمر. إذا كيف تتجاوب هذه المدينة مع الفضاء المديني الأصلي؟ شنو هي العلاقة التي تربط هذا؟ وبالتالي شنو من الإشكالات الحقيقية التي طرحت على التعمير؟ لأن عندما نتكلم عن نموذج التعمير وإشكالية نموذج التعمير، ما كنتكلموش فقط على المدينة الجديدة، كنتكلموا على المدينة العتيقة وكنتكلموا على المدينة الجديدة، وتنتكلموا على الفضاءات الجديدة للتوسع الحضاري بأشكالها ومشاكلها اللي هي مطروحة. وهذا الشيء اللي غنشوفوه في الباب الثالث والباب الرابع. المدخل الثالث وهو حول المدن الجديدة. سوف نلامس مجموعة من القضايا كترتبط بالتهيئة الحضرية وكترتبط بالنموذج الحضري فيما يتعلق بالمدن